أهلا بكم من جديد. بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 25 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس مركز البحرين للمجوهرات وكؤوس البورش برعاية بهبهاني للسيارات وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام المدير الإداري لمركز البحرين للمجوهرات أحمد شيرازي بتقديم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وكأسي الشوطين الثاني والسادس إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز الشيخ سلمان بن راشد بن محمد آل خليفة، وكأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز سيد هاشم سيد شبر، وكأس الشوط السابع إلى الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة. كما قدم أحمد شيرازي الجوائز المقدمة من مركز البحرين للمجوهرات إلى المضمرين والفرسان الفائزين بالمركز الأول، فيما قام السيد توفيق شرف العلوي مدير عام نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس النادي الشوط الثالث إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي.